بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على الشهداء، السلام على المعتقلين، السلام على المطاردين، السلام على المنفيين، السلام على عوائل الشهداء وعوائل المعتقلين وعوائل المطاردين وعوائل المنفيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طريق النصر، أنا ممكن أتكلم إلى أحد مؤمن مسلم عن مسألة الانتصار بالمفهوم القرآني، بمفهوم الغيب، ولأن في بنية عقائدية عن هذا الإنسان ممكن يفهمها، أن النصر عند المسلم عند المؤمن هو أداء التكليف، أن الشهادة في أداء التكليف هي انتصار، أن إنفاذ الإرادة، إرادة الشعوب المسلمة التي هي إن شاء الله إرادة الله سبحانه وتعالى، هي انتصار سهلة. لكن عندما أتكلم مع إنسان لا يجد هذه المفاهيم، يعتبر نفسه ليبرالي، يعتبر نفسه متحرر مثقف، هذا ما يفهم هذه المعاني، وبالتالي يسخف يستهزئ عن غير فهم وعن غير عقيدة، حتى عقيدة إنسانية، وعن غير واقع. ممكن يكون منطلق حقد، ممكن يكون منطلق كره، ممكن يكون منطلق جهل، ممكن يكون منطلق ارتزاق. النصر في المعنى الواقعي هو أني أحقق أهدافي، أنفذ إرادتي، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي، أحقق أهدافي يعني يكون عندي مشروع، أحقق أهدافي يعني يكون مشروعي مقبول إنسانياً، قانونياً، مجتمعياً، دولياً، أحقق أهدافي يعني يكون في ناس مؤمنين بمشروعي بل يضحون من أجل هذا المشروع. أنتصر يعني أنفذ إرادة هؤلاء المؤمنين بالمشروع، انتصر يعني معناته ما أركع حتى لو ما حققت إنفاذ الإرادة اليوم، معناته ما أركع إلى الطرف الآخر. والشواهد في التاريخ كثيرة، فيتنام انتصر الأمريكان، ما يستطيعون يقولون انتصر. في العراق انتصر الأمريكان، ما يستطيعون يقولون انتصر. في لبنان انتصر الكيان الصهيوني، يستطيع يقول انتصر. في فلسطين انتصروا، يقدرون يقولون يوم انتصروا، ما يستطيع يقول انتصر، لأن إرادتهم ما أنفذت، في مقاومة في اتجاه هذه الإرادة الشيطانية وهذا الشر. وبالتالي لما أحد يجي يتكلم شلون ممكن تقنعني أن شعار على طريق النصر هو شعار واقعي، أقول لك أن هذا الشعار مبني بعيداً عن الاعتقاد، بعيداً عن الرؤية الإسلامية، بعيداً عن أداء التكليف، مبني على وقائع. أول هذه الوقائع أن هناك ثورة شعبية عارمة تطالب بالحرية والعزة والكرامة. طول التاريخ من الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ما انتصر طاغوت، ممكن يقتل، ممكن يعذب، ممكن يحكم، لكن ما ينتصر. مسألة ثانية، أن في نخبة مؤمنة بهذا الشعب ولديها مشروع مقبول ومؤمن بهذا الشعب،
النقطة الثالثة أن هذا الشعب مو فقط تحرك وآمن، لا، هو يضحي ولا زال يضحي. في الجانب الآخر، أنت خصمك، عدوك، في 14 مارس أعلن هزيمته بإدخال قوات الاحتلال السعودي. ففي المعركة السياسية، مجرد تفقد أعصابك، مجرد تفقد توازنك، مجرد أنت ما تقدر تتحكم في أدائك وتجيب قوات من الخارج يواجهون شعب هو مصدر السلطات حتى بحسب دستور 2002 المنحة، معناته أنت مهزوم. هذا النظام شاف هزيمته في 9 مارس 2012، لأن عقب سنة من القمع وجود 6 جيوش، عشرات آلاف المرتزقة، يطلعون مئات الآلاف مرة ثانية ويوقعون وثيقة مهروها بالدم وقدموا دم فيما بعدها، يقولون ان احنا مصرين على مشروع الحرية والعزة والكرامة على طريق النصر بالمفهوم الواقعي، بمفهوم علم السياسة، مسألة واضحة إلى كل إنسان منصف، على طريق النصر للإنسان اللي يتحرر من خلفياته، من أحقاده، هي مسألة واضحة جدا. اليوم في العام 2020، شن هو وزن نظام آل خليفة هذا القزم؟ شنو هو وزن حمد بن عيسى هذا القزم؟ شنو هو وزنه في المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية؟ شنو هو وزنه؟ دخل قوات الاحتلال السعودي، وقبل أيام طلعوا قوات درع الجزيرة، ولذلك أصدر قانون التعبئة العامة. شنو هو وزنه في المعادلة الدولية؟ شنو يقدر يسوي؟ الأمريكان اللي يحتمي بهم اليوم محكومين بالطرد، الصهاينة اللي يحتمي بهم اليوم يواجهون كل الأمة، والتصاق هذا القزم بالصهاينة وبالأمريكان حكم على نفسه بالزوال أيضا. هي مسألة وقت، هي مسألة استمرارية، هي مسألة إيمان، هي مسألة أن أحترم ذاتي وأحترم ناسي وأحترم شعبي وأحترم إنسانيتي، وإلا أنا ما أستحق هذا النصر. لذلك الكلمة اللي أطلقها سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم لها دلالات. هذه الكلمة أول دلالاتها اجتماع قوى المعارضة على هذه الكلمة. دلالة الثانية أن هذه الكلمة صدرت من إنسان لعمر 50 سنة أو أكثر في القيادة المجتمعية والقيادة السياسية، إلى تأثير مو في البحرين، إلى تأثير إقليمي ودولي كبير جدا وعارف بخفايا الأمور. عندما يطلق شعار على طريق النصر، فنحن مؤمنون أولا بأن الله سبحانه وتعالى هذا وعده، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وثانيا الوقائع السياسية والأحداث الإقليمية والدولية كلها تقول أن شعب البحرين منتصر وأن آل خليفة الأقزام سيهزمون. في آخر هذه الكلمة نترحم على الشهداء، نسأل الله الفرج للمعتقلين، نقبل أقدام وأيادي هؤلاء المعتقلين، أمهات الشهداء، آباء الشهداء، أمهات المعتقلين، آباء المعتقلين، نسأل الله أن يثبتنا وأن نرى هذا النصر قريبا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآل محمد.